لكن يا عجيب المساء يطفيه ربي للبيبان والنجوم تعال تعال يا رجال تعال مجدي هنا اجلس ان شاء الله عليك كنت خطين 110 و 220 توك مخلص حكي وجيت هنا الامير سلطان شبكت تو مخلص امامه النقيب يوم راح ياكل رز الحين ولا قطع الرز كان داخل ابو القصره هو شاف واحد من العسكر حزين فقال له ذا وقف ساله قال ايش فيك قال والله اني بطل اني بعرس وكذا واموري شويه هلا ابو ساره سبحان الله تيسرت الامور كلها فضل الله ثم الأمير سلطان الله يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه عن أخوانه عباس أبوه سلام هناك أحسن ليه؟ أرتب وأنظف خليه يجي عباس في نص حبة مخليها تشارك يا شباب في نص حبة مخليها لين تجي عشان أشاركك فيها مو عشان تاكل يا حبيبي يا سعد يعني مش هناك ناكل بران أنا والنغيم؟ أيوه أحسن والله عشان ما ننقل اروح هناك معكم هنا. انا خلاص جيب اللي هناك هنا بس ما في حل والله اروح معكم يا عبد اروح معكم انت يا مجدي لا بتاكل ولا بتنقل لا مكان اكل زيتونه من اللي فايز انت ولا ابراهيم لا تعادل امزين والله عليك تعديل عمرك ما فزت على النقيب ولا عمرك حتفوز على النقيب ترى مقصوده يا عباس ما يبغوك تفوز مقصوده ترى في تواطؤ تواطؤ قالوا انهزم من الخياله وكذا خلينا نخليها تعادل ما نهزم ولد لا صرت مهزوم تبغى بر يا عباس في بر مجدين. لا لا مجدين. لا لا يرد بدون الوان الصناعية محسنة أعطى جزء من ورا العباس يا نغيب هولون هذا وين كان ما تسحر ما تسحر يا انقل هناك هناك يا هاني انقل هناك انقل هنا والله اي والله انقل هناك انقل يا واد قاعد انظف لك هنا يا حبيبي لانه جاء ضيف ثالث كمان جاء واحد انا منوع من السحور ذا حسبه زحمه والله حسبه غلط احنا في نص حبه هنا في نص حبه هنا يقولون هنا ثلاثه يقولون ثلاثه احس انه اربعه خلاص خليك هنا روح هناك يا اخي انتوا اربعه انت جالس هنا ما تروح روح الله يرجع لي روح هناك اكلوا هناك توسعوا فكونا من شركم اي ترى سعد ما بعد انا ما اكل بس عشان هنا خذوا سعد معكم تجلس هنا مركب زبركه انتوا اربعه ما تعزمينوا هنا على ارحب يا رجال ارحب سعد عازمينك يا الله بسم الله بيرزنا بسم الله يلا ان شاء الله يا مجدي اكرم النعمه هذه انا عشانكم ترى والله مش عشان شيء يلا ابو ساره عشانكم ولا دريل سرنك بس يا مجدات الله يغافل ان شاء الله تغص يا عباس ارحب الله يعزك خليك معهم ان شاء الله تغص اغص في البحر قصدك تجيني غصه نعم حياك الله يا شيخ سعد الله يبارك سعد حياك الله ثبوا على دول انا والله مرحبا الشيخ عبد الله الشيخ ابراهيم تعال هنا اخوكم اول مره يتسحر اخوه معكم قصدي ثاني ابراهيم النغيب ورجيم تعال يا ما في مشكله خلاص امس ما هي محسوبه كل عباس بكره بنجي نقول اليوم قال رجوم كب لا اليوم انا الله لا قصدي بساعه اقول فينا ابراهيم يا اخي زين قلت عشان تعرف تاكل انا ليش مصعب ليش مصعب زون شفته انا كلام بس لسه قاعد ياكل يا نقيب ترى المفروض انت اللي تفوز يجي شكلها كانه في كذا بعدين زي كذا حلو تعجبني حلو نقيب ديكوريشن ماله حلو ترى المفروض انت اللي تفوز المسابقه ما يجيب كلوز على بس هذا عشان هزم الفريق الخياله قال خليك عاد عبد الغفير وين راح نقيب ايش بك سيل السحر سحور اقسم بالله خطير كانه هنا كانه هنا حداك يا نقيب ابراهيم النقيب عمره ما اكل في صحن حياته كلها ياكل في صحن يا نقيب انا قلت لعباس حاجه يا نقيب انا هنا نقيب قال لي يا نقيب قلت لعباس هذه يا ابراهيم كيف سوينا هذه كيف سويناها كيف الطريقه فكيتها كامله ابشرك على ما تعرف على ما هنا الطريقه بالمكرونه ما تغيرت كانت هنا انت تسالني على الصحن ولا كيف هذه كانت هنا طيب حلو كذا بعدين لسه بعدين شلتها بعدين ياسر قلت لهم على الشاهي ايش تبغى ياسر كذا سويناها يا نقيب شكله كان يتسحر يا ابو علي جميل جميل ما شربناها هناك والله على يدك يا حبيبي ما فيها سكر ذي ما حط سكر يا نقيب انا قلت لعباس انه انت عمرك في حياتك ما فزت على النقيب وان شاء الله ما وقدام ما حتفوز على النقيب ما في عباس عليه شباب دعواتكم لعم قاسم ايوه الله يغفر له الله لا تضحك اكل واسكت الله يغفر لنا ها كل واسكت قال المهم دعواتكم له الله يقومك في توقيت حلو لا ابو علي يبغى كاس قزاز ما يبغى ورقي ابو علي بتمر ايوه ما معطيك اياه اكل رز جاي متاخر والله افلق براسك والله لا احطه بين عيونك يا شباب اذكر الله 27 يا شباب
اذكر الله يزيد. يا ابو مزون ابو مزون انت جايني طيب قبل 10 دقائق شوف وش صار على الاخلاق يا ابو. اي وش هو الاخلاق؟ الاخلاق ما هي زينه موبايلي يا شباب تسمحوا لي بعد اذنكم هذا مر. هل تاذنون لي؟ هل تاذنون لي؟ تفضل يا حبيبي. دعينا لابو لعم عبد الرحمن بالمغفرة الله يخليه ويرحمه وندعي لبنتنا نعم الله يحفظها الله يشفيها ويعافيها حرارتها مرتفعة يا شباب. مر انت ولا سكر؟ سكر ولا مر؟ لا اله الا الله الله يشفيها دعواتكم الله للحين يا ياسر الله يشفيها مر ولا لكن ان شاء الله انها احسن الله يشفيها الله يشفيها يا رب. هذا سكر هذا مر انت محمد قال لي قال دواء ابردوها بالماء. انت تبغى سكر ولا تبغى؟ الله يشفيها يا رب. سؤالك عني ويطمنكم عليها. الله يجزاكم دعواتكم عادي. شباب في احد من السفره هذه يبغى شاهي؟ عشان ان شاء الله تقوم بالسلام وتطلع مستشفى. يا ان شاء الله تقوم بالسلام. ترى الحاله هذه تمر بالاطفال يا ياسر. يقولون عدوى فيروسيه قويه. تمر بالاطفال. ابشركم يا جماعه الخير محمد عباس وفى بعهده ووعده. حقق لنا الطلب والمراد. اللي هو؟ وجاب رفيق الدرب. ورايته بيضة الله الله. يا ابن الحلال ما جاب رفيق. اقول لك شيء. هذا موضوعنا كان. عباس ما يعرف عن اي حاجه. ما جاب بس انا ما جبت. بسالك سؤال يا سعد. عباس ضرب رفيق الدرب بس. سعد. بسالك سؤال. والله يقول. الواحد يجيب رفيق الدرب واكثر واحد انفجع وتفاجأ. هو يبي ينجح بكره. لا هو ضرب رفيق الدرب بس. ضرب رفيق الدرب ما سوى له شيء. انا اقول ماسكه كذا لين تخلصون. ايش رايكم؟ والله يا نغيب. فاجاتني يا نغيب. والله تفاجاته. والله تفاجاته. ترى هذا ايش؟ سذو بن امعط. هذا الصدى حقك يا ابو عمر. عباس ما له قفاك كذا في دورين. والله في خط. اقول يا جماعه والله هذا هذا السحور مبارك. ما هو سحور يا ياسر عباس. عباس ونعطي انا اخويا نظر. لا الظاهر هو داخل مشروع التشجير. كل عزوم في الفرقه عنده ماخذ مساحه. ايوه هذا من الرجيم جماعة الخير. اوه من الرجيم صار قفاه مكسور. اي والله جعل العافيه. اول مره اشوف قفا في مساكه. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. دحين يجيبوا نواشف عشان هاي قفنت عليه ونحن ما ناكل. عباس حلوه والله يا عبد الله والله حلوه. ما يكون رزق مره واحد. اسمع اسمع عباس. عاب شخصا في خلقته. الله استغفر الله. وش رد عليه؟ قال له تعيب النقشه من نقاش. صحيح. الله اكبر. راح فيها نادي والله ابحمه. ها والله كلام كبير. والله نرجع نرفع السقف. الله اكبر. انا احتجت في ثمانيات يا ولد. لكن ابو ساره عندي سؤال. محفظه. من هو ابو ساره؟ والله نفس تعادلي انا ولا يا شباب اسمحوا لي بسؤال. هو عنده سؤال حقيقي. تفضل يا ابراهيم. تفضل روح يا ابو عمر روح. لا لا انت والله روح يا قلبي. انت اكبر مني. لا لا والله ما لقتك. طيب سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله. رفعت السقف صح. سؤال طلع بايخ عن سؤالي صح النقيب. واضح. ما انت انت سؤال عن ما حكم اكل البساكيت اللي عليها صور؟ في وقت من الاوقات ظهرت بساكيت عليها شكل نمر اسد الى اخره كذا بسكوت أيوة. على شكل وهي صور مو هو الكيس مو بالكيس نفس البساكيت نفسها تمام. فالسؤال ما حكم اكلها؟ ايش رايكم؟ والله ما ادري. هي مليئه بالصور بساكيت صور. انا عندي اجابه بس اسال. هذا السؤال لابن باز. لا يجوز ان تقول الان رايك لان انا عندي الاجابه. طيب منقوله طبعا. جائز. الله اعلم. الله اعلم. لا ادري. يجوز. فقد افتيت صح. الله اعلم يا ابو عمر. الله هو ما هي تؤكل لا تعلم. اعلم والله. حنا اخذنا درس عشان ما حد يقول العلم عند الله انه يجوز. نعم. كل حتى السجاده اللي فيها صور ما فيها شيء لانها مهانه. طبعا الشيخ يوم سئل قال اذا علقت اي نعم اللي علقت في الجدر على شكل يعني صوره كذا هاي ما تجوز. ذوات الارواح. ايش فيك يا وليد؟ محتاجين قاسمين. الله تحب الله يذكره. قاسم محتاجين هنا. الشيخ ابن باز قال كلمتين في الاجابه. الله الكنترول. قال اكسرها وكلها. الله بس يعني يقسمها نصين و اكسرها اكسرها. ايش قال لك؟ عندي سؤال. وجه يا تغلق الاكل يا توجه مكان ثاني. عندي سؤال. عندي سؤال طيب. صواريخ كذا ارض جو ما تمشي معنا يا عباس. انا كنت مع ابراهيم قبل فتره. اصبر شوي لا تسال. كنت معاه قبل فتره في 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 بيته هناك في هناي في قطر. تمام. ابراهيم كل يوم يرجع من الدوام العصر يروح النادي والعياذ بالله. والله
بس ركزوا معي. طيب. كل يوم إبراهيم خلص دوام يروح النادي المغرب يتقابل وكذا مدريش. إبراهيم النقيب يجي ماشي كأنه ما طبيعي. الآن إبراهيم وزنه زايد. عندي سؤال، كان بيلعب بلايستيشن ولا كنت بتعمل شنو في النادي؟ كان. كان في. كنت في الرابطة حقت المنتخب. لا 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 يا لا لا. عباس سأل. زود عن شهرين في النادي. أو ثلاث شهور في النادي. عباس سمنتا. عباس. أنا أبو جمال ليش جاب نجوم كثيرين؟ أيوه. عشان تسأل نجم والنجم الثاني يسأل. جاوب. خلاص بعد اللي أنت تقدم برنامج كامل لحالك. أنا اخترتها شنو؟ خلينا تجاوب. أنا أروح النادي في مطعم. في مطعم في النادي. ألعب حنيد أنا. حنيد؟ الله أكبر. فرق مشترك في مطعم النادي. يعني بالله عطني اسم النادي مشترك في مطعم النادي. داوم شوف داوم خلاص عجبك انت. ايه لا لا النقطة الثانية اسمعوا اقسم بالله اطلع الصباح اجي الصباح طالع كذا قبل الظهر وانت جالس وين اصبر عينك سكرتي في بيته اول ايوه ابو عمر يحيى العدل والله اني بعدل انت ابو العدل اي مشترك مع موقع مشترك مع محل كذا يجيب اكل دايت اكل حق رجيم كل يوم يجيب الاكل كرتون حق مصاخين لا اجي اكل كرتونه قاعده جوا يحط ولا تنفك ما ينفك وابراهيم يروح ياكل بالليل عباس انا اروح اتعشى نمشي ناكل في مطعم عدني ياكل كبسه حنيز يا ابي ام الكرشه اقول له طبعا الاكل حق الرجيم يقول لي بعدين عبد الرجيم بالليل يمشي ياكل ثاني اكل الرجيم ما شاء الله اتق الله القروش اللي دفعتها للشركه بتاعت الرجيم دي كان صدقت بها كان احسن لك قلت انت قلت مشاكل صح مشترك قلت مشاكل انت قلت مشاكلي لا قلت عباس قول مشاكل انا اقول لكم انا اقول لكم مشاكل عباس اقصر قصه حزينه عباس اشترك والله فقره في نشره ولا هون الشباب لا انت الان انا رحت النادي جبت وجبات في شيء تغير يمكن ارسل لكم صح بعض الاوزان تطلع عباس اشترك سنه راح يوم سلم على المدرب وروح لا لا سالته انا تنكر اسمع اسمع 364 يوم ابراهيم ها عباس إبراهيم. طالع فيها والله اشتركت 8 شهور داومت كم اللهم انك تعرفون تحب العب لا لا سالته انا قلت له ليش قال والله النادي ده رهيب ما يحضره ما يسألوا عني ما دروا لي 60 يوم غياب الان في سؤال الان في سؤال جميل لابو عمر ايوه اي سؤال ابو عمر هل الطحينيه من النباتات ام من الجمادات السؤال والله سؤال حلو لا ما شاء الله وجيه والله سؤال وجيه بعذر حاطك بس عشان ما عندك دائم تخدم اسئلته اللهم لك الحمد عشان ما عندك اجابه يعني عامل فيها انه خلاص ابو عمر نعم هل الطحينية من النباتات ولا من الجمادات؟ جبت صح عندك نفتي هنا عادي صح؟ نتعب ايش رايك؟ انا ارى والله والله اعلم والله اعلم انه من النباتات أنها. انا ارى ذاك النباتات ابراهيم النقيب وش يسوي؟ صحيح انه كذا ها ينطلق انت جيت توهقنا وليش؟ تحرجنا حط هاي سؤال واضح حقيقي عرجتني يا اخي طيب هي الطحينية هل السمك من انواع اللحوم؟ تبغى طحنية الدجاج تبغى الطحنية هاي مفتوحة دي طحنية الطحنية كم من أنواع الدجاج يعني طحنية ترى أصلا في استبعاد إجابة كم من أنواع الدجاج ما زي سمسم أصلا سمسم يا سامي لبيه بتجاوب ولا لا جاوب هل السمك من الدجاج ولا من اللحم تقول اللحم. لحم سمك ولا لا دجاج سمك إيش تقول أبو عمر لحما طريا في القرآن الكريم يعني إيش لما تطلب اسكت يا ابن الحلال الدجاج لحم هدي الدجاج لحم نعم أدي الدليل يا حبيبي في شيء اسمه اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء الدليل اللحوم البيضاء ما يشتهون اذا جيت بخاري تقول لك دجاج شغل من الغراب لحم دجاج ابي لحم دجاج انا اكمل لك ما تقول عادي ما يفهم عليك بس لا ايش عنده تبي ما في موجود دراختنا في المصطلحات شيء والعلم شيء ترى انت يا عباس انت القطعه الناقصه في حياه النقيب صح والله هروح انا القطعه الكامله في حياه عباس هو داوم ترى كلكم قطع يعني موضوع حقيقي يعني هو ابراهيم النقيب صاحبنا اللي كان خلب علبه ما ادري هو نفسه على الذياخ ليش لما على الزمان تغير حاجه بس تعرف ممكن احد منتح شخصيه كذا على شايف لا حقيقي وعلى العسل نقيب سؤال ايش الفرق بين البصل البنفسجي والبصل الاصفر والبصل الابيض الالوان اللي ذكرتها لا غير الالوان اقسم بالله نقيب هذا ذكي تبارك الله الحمد لله البقره الحمراء البقره الصفراء الحراره يمكن الحراره عباس هذا استاذ هذا في خبز بر اي واحد فيهم ها اي واحد اعطيه ابراهيم عشان تسوي نجيب نقيب سحر في واحد بارد والله يا نقيب يعني ابيض تصير رايد ان شاء الله قريبا باذن الله في واحد مويته مش كثيرة اللي هو عند الشيب يا ابراهيم والله العظيم الطحنيه ما عندي الله صار على اكثرهم دموعا سجلنا وحرارة كدمك تقطيع الابيض الابيض يلا ثم الاصفر ما شاء الله يا ما شاء الله ما هي الطريقه اكثرهم حلاوه والعياذ بالله ايوه نسال الله السلامه
ثم الاصفر ثم البنفسجي بالعكس اكثرهم اتزانا وافضلهم بالطبخ البنفسجي سبحان الله المعده سلمت كذا قال انا غالبا الابيض يستخدم في السلطات لانه رائحته في الفم بسيطه مو قويه ادري في ناس فيستخدم للسلطات يستخدم للشوربه ما يقدرون شوربات مزون اسمع يا اخي الكلام البنفسجي يستخدم في الكبسات دجاج بنفسجي كشنه ايه كشنه يستخدم الاصفر يستخدم بنفسجي لكن كطب افضل بنفسجي وكلهم فيهم خير الله المستعان كلهم عيال ديره واحده يعني اي والله باهم خير قلت حلاوه وش لما تسوي مثلا شوربه بصل يا سلام مساد الزبادي شو تسمى بالانجلش سويت اونيون سويت لا شوربه البصل الحلو سوب اونيون سوب سويت اونيون سويت معناته سويت اونيون سوب سويت اونيون سوب فانت لما تكرمل البصل الابيض تكرمله على نار هادية جدا تجلس فترة طويلة تكرمله والله يصير بني خلي يفوتك فوائد حلو وتصب عليهم رقة يتحول لطعم حالي عجيب ايه؟ ما احب البصل المكرمل ترى لذيذ جدا لا بعضهم وش يسوي عشان يخف بعض مرارته يحط عليه شوية سكر تكرمل بسرعة ويطلع حالي شوي السؤال الان موجه لهاني اصبر البطريق من الاسماك ولا من الحيوانات؟ بطريق؟ ايوه تبغى تشوف البطريق؟ ايوه وانا بسال النقيب قول. بعدك يا هاني طالع في المرايه يا على عباس او 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 عباس انت انت الان انت البطريق انا ايش؟ عباس انت على الرصيف هذا بطريق يا نقيب فقمه يا ابو عمر يا اخي كلهم قاموا من خلوني في السفره بالبطريق كني يتيم سعداء مالك بالشارع ها؟ خليته ما خليته انا قمت في 10 صغيرين جالسين نقيب طيب نقيب سؤال لك تعال معنا هل اللبن من النباتات يا نقيب سؤال لك تسمع ولا ادحجك مع ظهرك ما معنى ادحجت عشان اقرر يعني ولا لا اعطيك قرموع شوف هل الثور الثور هل هو من الحيوانات يعني من فصيله الابقار ولا من فصيله الجواميس بشوف ثقافته الله سؤال ملغم ايش يقصد بالله تقول ثور انا من الصباح ساكت ما سمعت عنك يوم دخلت يا قلت الثور بغى يتكلم في اذنه ما هي ما يحتاج هو ما يقصد شيء بس انت على راسك انا اقول واضح هذه بدا انا حسيت كانه يقول سبوني الكلام هذا يمسني طب جاوب جاوب يا متعب دمك ثور ينطحك شفت دمك على لا يقول لك ثور ينطح خلاص متعب متعب الحيوان الذي ينام واقفا الحيوان اعرفه اعرفه لا ابغى متعب حسيت انه ولد خالد قصدي قد جربت الموضوع يلا متعب جاوب طيب والله ما ادري الحصان لا الحصان عشان نقرب الاجابه الحصان يرقد هو واقف ينام ويصلي ولا لا وفي روايه النقيب بعد الحيوان اللي ينام عين مغلقه وعين مفتوحه الذيب الحيوان اترك على الانسان صح الذيب الذيب الامعط لاني اعرف يا ذيب يلي تالي الليل والنه ثلاث والنه هذا من سلسله طب وش الحيوان الذي اذا توقف مات إذا توقف مات سمكة الفراشة غير سمكة القرش أحسنت طيب ما هو الإنسان قرش الذي إذا توقف قرش لا يتوقف سمكة مو صحيح مو صحيح هاني عنده أعطي دليلك عنده السطرة هاني ليش هاني ليش هاني القرش إذا وقف مات ليش نعم والله ديم سالفة لأنه ما راح يأكل ملك الغابة لا والله القروش إذا تجمعوا صاروا ريال فما يموتون الله دربك يا علي الله يزيدك من فضله يا ابو علي الله يبارك فيك خليك بارك الله لك في هذا السبب اللي خلوك لحالك ذاك طيب انا عندي سؤال للجميع اعطونا موز بس لدي سؤال للجميع من فيكم ينام وهو قاعد على كرسي الطياره ولا على الموتر ونوم عميق معروف انا عمري ما نمت كذاب يا رجال وران شاور عباس احنا اديناك حق الدراما عباس انت مو في الطياره انت وانت الطيار وانت تسوق انت ماشي تنام اقول يا عباس احمد ربك ان الدريشه ما ادري الطياره فيها قزاز ولا كان راسك طالع مع الدريشه عباس اتق الله ذاك يوم قال قصتك مع ابوك يوم انت عند الاشاره والله اخر نسيت احنا لي في اخر رحله في الطياره ايش سويت ما نمت ركبت انا هو ركب هو على هو على ويندو هو على الشباك ايوه وانا هنا فيه ثلاثه مقاعد في النص ما في زول فجيت سلمت عليه السلام عليكم الحال قبل ما الطياره تغلى انا طولت على طول الطيران والله من نوم عميق المشكله وين نايم كذا باور يعلق على فاتح خشمي وشكلي ذاته بايخ قام قال لي اول ما وصلنا كذا اول ما وصلنا قال ما شاء الله شكلك تعبان قال والله شكلك مره تعبان دوي الى محل يا عباس انتوا اسمع المصيبه وين قلت له هذا انا عايد باخذ فلفل قال لي والله انتوا يا المشاهير شكلكم ما تنامون اوف اوف اوف
انا ما قالوا يعرفني هو شايف انا ماخذ راحتي بالتمام هو شايف اللوز حقي لا حول ولا قوه هو شايف اللوز عباس ابراهيم يا جماعه الخير سعد معامل مربع انه حلا بعد ما ياكل الرز يطلع شبه عليه حسب كنافه ترى عباس ابراهيم ينام نوما عميقا وهم قاعدين متعب لا ما اعرف ياسر والله نادر ما ارتاح برضو يعني والله لو اسير زي الخفاش انام يا رب الحمد لله انا ما ارتاح والله اقول لك ابراهيم سامي لا انا ما استغرق يعني في النوم ما اقدر اقلق انا انام نومه خفيفه خفيفه لو اني تعبان انام نومه خفيفه انا اقول لك لا بد اكملها بانسداح اذا في انسداح اول فهي الاولى تدري يا نقيب اغلب محتوى عباس قصصه في النوم يعني قال قصته وهو نايم عند الاشاره قال قصته وهو نايم في الصلاه قال لك ابوش قال له وابوه قال له هلا وعند امه مره ما ورث حق ابو خالد وفي المسجد وفي الصلاه النوم في السواقه هذا الشيء اللي اخذته مني يعني موضوع الجينات ما شاء الله لا اله الا الله ما شاء الله ما تقدر تقول اي حتى جيناته نايمه والله ما ارتاح عطنا ملعقه يا ابو اصبر ما عندنا ملعقه لا يا شوهت سعد المربى سعد عظام الدجاج كراعه تطلع مربى ما ينفع سعد والله ان هذا مصيبه ذا خلاص حرك كذا يطلع المربى بعظام الدجاج لا يا سعد غلط طلع ابو صبعك ارحم يا ولد يا اخي كنا الكاتشب القديم يا سعد لا مو سعد سعد عشانك بس اكتب يا سعد اقول لك راح الدجاج يقول لا تكفى لا 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 ما له دخل ما له دخل غبنا ما يسميه مربى يقول ذا الحمر بيدك يا اخي ايش بيده؟ لا عادي ما له ما حياكله هو انتم ما حتاكلوا يا شباب تدرون سعد متى اكتشف المربى؟ متى؟ عواقب اللعبه يا رجل جاك بالقفاز يا عيال تعرفون النتيحة وين بتلبس قوايش انت يا غافل جاك بالقفاز لا يلبسون قوايش حليم كذا يحطون كيس متعب تعرف النتيحة النتيحة لا والله النتيحة اخت الذبيحة طيب الخواضة اي خواضي عروفة النتيحة دي حاجة انا بس نسيتها هي شنو طب ليش تسأل بس تبغى تتكلم شيء انا بس اعرف عندك حروف رصيد حروف طيب هنا بات عايز اداوم نغني نبات والله لازم يطلع التي عباس عباس انا اللي اقول لك ما بخلي شيء بخاطري عباس انت مشترك في باقي 28 يا اخي ليت في 28 شهر هذه نص البرنامج يتكلم بطيء حيوان حق ايش؟ أيه؟ اللتيحة ايش طيب؟ تبي دي بس؟ نسأل طب اللتيحة ايش يا عباس؟ اللتيحة والله أكلة حيوانة؟ أكلة كنت بسمعها زمان أيام كنت في الكامل مسي على أهل الكامل بخير بني سليم احنا هذه اللي اخترعها هو يا ولي كان بيطير هذه اللتيحة أخت مديحة اللتيحة يمشي لا سمالي ولا لتيحة اللتيحة طيب إذا سافرت يوم من الأيام مع صاحبك وفي الطيارة وطلع صاحبك نايم وشخر ما هو موقفك؟ ما خلق صلي موقف يا وليد صاحبك نايم ويشخر؟ لا صاحبك نايم ويشخر واللي في الطيارة متأذين أنا داومت معهم لا قوم والله بقول له قوم حبيبي اصحى صحيح ايوه صحيح قوم حبيبي قوم العالمية قوم الناس كلها طالع فينا وصلت جمال الحركة دي عالمية ما أنام اللي عند راسي كيس أو مخدة زايدة ليش؟ لأن في واحد كان يميني يشخر ما هو شخير يا ولد قسما بالله تقول اثغاء بقره يا ولد قالوا اثغاء يا ولد قسم بالله ما عمري سمعت الشخير هذا واللي يسار كانوا يجاوب يقول لا طيب عندي ويعطيه خلوها تقول بهبهاني لا اله الا الله قلت الله يعينكم يا ولد شلون حريمكم انا ما عندي قسم بالله صرت لا نمت يا بالمخده يا بالكيس يا اخرفش بالكيس عشان يقوم خمس دقائق كذا عشر دقائق يمديني اغط بالنوم ولا اذا كان بعيد احيانا بالمخده كذا ضاع مع وجهه يقوم هو ما يدري ايش السالفه شويه ارجع انام خمس دقائق ما رحله هذه بالعزبه يا ابن الحلال يوميا على هالحال يا اجل احنا رايحين مكه مع شباب اعوذ بالله ونايمين في غرفه واحده تعرف اللي جرت مكه بالعشر الاواخر نايمين في غرفه واحده عددنا يمكن ثمانيه ما شاء الله واحد السلام امنا شخير يا رجل ما احنا عارفين ننام ورانا والله ورانا قوم عشان نروح للحرم ونفطر هناك وتراويح تهجد اشغلنا يا رجل اشغال مش طبيعي طب ايش علاجها يا دكتور محمد يا غرفه الاكسجين بيقول لك اكيد بشخ يا دكتور محمد ايش علاج الشخير ما تنوم يا ربي
بعد نومه والله على باقي عشان نبغى نشرب والله باقي على ذا لا تنوم تبلش نفسك يا جماعه الخير والله في الرحلات انا وعباس يعني كلنا بغرفه واحده اي والله بس ما شاء الله تبارك الله والله ما حد يصحى واحد يحط فلتر شفت الفلتر حق السناب اللي سويت عباس لما ينام والله يبغى له مكوجي بعدها وجه تعكف والله زي شمار في واحد كان ساعدني يلا سؤال فلسفي ايام المنتخب كنا ننام بالشقه في واحد بالغرفه الثانيه والله بالغرفه الثانيه الناس مع شخيره الله يذكره بالخير الله يذكره بالخير الله يذكره بالخير الله يذكره بالخير عرفت وين الله يذكره بالخير انا وياه حاين نسولف معي حاطين غرفه لحالي سرير جنب السرير ما في مسافه غرفه واحده الله يسلمك وانا متحمس مع السالفه وخلاص مطفين بس بنام بس السالفه اللي قبل النوم ايوه عباس وجيتها وقلت راح بالرحله فاصل والله ان الجوال اعطيك معلومه خطيره صرصور الليل انا ناظر يا اخي انا احيانا اسولف مع واحد اكون تعبان شديد اقسم بالله يا جماعه ما تسولف نص السالفه شوف انا قاعد اقول له اليوم ذاك انا طلعتها قبل ما اقول له ولقيت مثلا نغيب في الفتره دي قبل فتره جزء من الثانيه انوم واحلم واجاوب على الحلم ما شاء الله ما شاء الله ليش مستغرب ليش مستغرب انا فكره والله يا جماعه الخير لانه يقول لك ترى الحلم الطويل ترى هو عباره عن جزء من الثانيه فأنا في جزء من الساعة دي بكون حلمتها ورديت على الحلم المشكلة أقسم بالله يا جماعة أحيانا أكون أسولف على العشاء صح؟ فجأة أتكلم عن الخيل ما له أي علاقة بعد الحلم أقلب الموضوع تماما المشكلة أنسى إيش كنت أسولف قبل النوم يا الله يا حرام قبل النوم سميها نوم نوم أنا مو مشكلتي اللي يشكر أنا مشكلتي اللي يعشق يعني بكون ساكت هو وكذا فترة بعد فجأة يقول اي تخرع اكثر من ياخذ عز تحسه بيتحول احد قدام جاتو لا ننحني وصمودنا فينا وشا ما بين منع او متاح بتكاتف نبغي النجاح لا ننثني لا ننحني وصمود